مثلا بالنسبة للأجانب اللي موجودين، هل في مثلا سماعات فيها ترجمة مصاحبة للتجول في المكان؟ الموضوع السماعات زي ما بنشوف في المتاحف بره ما نقدرش ان احنا نطبقه في هذا المتحف او اي متحف في مصر، لانه مرتبط بالقانون اللي بينظم مهنة المرشد السياحي. لان لو جبت السماعة يبقى ده انا سأؤثر على ما يقوم به من وظيفته. ولكن عندنا السماعات اللي بتصاحب المرشد، بمعنى المرشد لما بيتكلم ومعاه فوق كبير يقدر ان السياح او المجموعه الزائرين اللي معاه يسمعوه، عشان الصوت يبقى واضح بالنسبه لهم في ظل الزحمه اللي موجوده. ودي خدمه متاحه يعني ابناء من ذوي القدرات الخاصه، وهل في دول بنظم لهم رحلات مخصوصه، وهم ودار الايتام. احنا هنا بنعتني بقدر الامكان اولا عندنا زي كتالوج بطريقه برايل لفاقدي البصر. جميل. ذوي الاعاقه بيبقى ليهم، بنوضب لهم زياره مخصوصه بيقوم بيها حد من المتحف بيشرح لهم. ايوه. وبنحاول ان احنا نخلي الزياره متاحه ليهم. ويمكن احنا فكرنا، كنت لسه بتناقش مع، وده هننفذه خلاص مع زملائي، ان يبقى في حد من ذوي الهمم متاح للشرح للناس. يعني هو يقوم بمهمه المرشد، فبنحاول ان احنا ندمجهم معانا بمختلف الطرق اللي احنا جميل. المسرحيه يوم ما عملناها خصصنا عرض للصم والبكم، وبالتالي كان في حد بيشرح بلغه الاشاره لهذه المجموعه ليستمتعوا بالليله الكبيره او برحله الزمن الجميل.